شاطر شاطر. متحمسين؟ متحمسين متحمسين. يلا يلا. الله، مش حاسس في الشغف. ممكن تقولوها في نفس واحد؟ واحد اتنين تلاتة. متحمسين. كيوت. طيب امسك اعصابك يا ابني. يلا بص ايدك لو سمحت. يلا. ايه الفضول هيموتك صح؟ لا انا اللي هيموتني اني عاوز اخش الحمام. اخلص. طيب احنا مش مستعجلين، روح خلص واحنا. اخلص يا حبيبي. يلا يا ابني ورينا الكنز والنبي. يلا ما تجببناش. هتموتوا تعرفوا جوايا ايه. لا خلاص 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 خلاص، ما عايزينش نعرف يا عم. لا خلاص خلاص خلاص، والمصحف اول. خلاص اخلص يا عم. خلاص يا عم تعال. استغفر الله العظيم يا رب. طالما رجعتوا تقوى هتموتوا تعرفوا. ولا يلا اخلص. خلاص يا عم، مش انا هو اللي بيتكلم يا عم. تكلمش. ايه ده؟ ايه رايكم؟ ايه رايكم؟ هينا في ايه؟ انت صحينا سحر السوخه ليه؟ انا غطك عزوزي؟ انت جاهل يالا؟ ده مش اي غطا عزوزه، ده دوخ ملايين من الناس. الغطا ده وراه جدون، ده الوحيد اللي بيكسب العجله. ده في التسعينات الكلام ده. في التسعينات يا حزلقون. اصيع ده كده تبقى اثار. اثار دي هتبقى خالتك. انا هقتلك دلوقتي يا حزلقوم، عشان بدل ما ادخل السجن في غطا كزوزه اتشنك في هطل زيك. انتوا شويه جهله ولا جهال جاهلين يعني؟ مش فاهمين قيمة الآثار دي؟ آثار إيه؟ آثار إيه اللي بتتكلم فيها؟ ده أنا عندي جنيه من الأربعينات جايب لي 40 جنيه. طيب ده من التسعينات يجيب 90 جنيه. أنت فرحان من 90 جنيه؟ اللي دافع فيها 2 مليون دولار. إيه السفه ده؟ أنت المفروض عينك سفيه النوايا الحسن. الله. الله عليك يا حزلقوم، هذا هو ذوقي في النهايات. فتح الصندوق لك كسوزة. الله، انتوا كيف يا جماعه؟ كيف مش مقدرين قيمه الكنز ده؟ كلام نعمه. انت برنس والله العظيم برنس. انا قلت كده انت عيل شواف. تسمح لي حزلقوم انول الشرف والمس حته الاثار دي؟ ماشي معاك جوانتي؟ معلش المسه بايدي عادي. ماشي بس خلي بالك بقى علشان ايه. الله الله الله، يخرب بيتك يا حزلقوم. في ايه؟ كازوزه ايه يا علا؟ كازوزه ايه؟ وعجلت ايه دي؟ لو عجلت روبي بتعمل الحركه دي ليه؟ ما روبي تعبه يا عم. انا مالي بروبي دلوك؟ انا مالي بروبي؟ ضيعتني. اشترك في باقات واتشت الشهريه من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنويه من 149 جنيه و99 قرش.